يلا يا شباب يلا يلا اعطونا الاتصال يا شباب. لا لا انا بقول اعطونا الاتصال. الو بسم الله العظيم. الله يحييك يا شيخ في ناس. ايوه حياك الله هلا فيك. طلعونا في الصوت هنا يا شباب شوي. وضعوا الصوت يا مرحبا. هلا فيك. اعطيكم الحين الوصفه المقادير موجوده عندكم ان شاء الله سهله. ايه طيب اعطينا الطريقه. طيب اول شيء البصل تقطعوه صغير وتشوحوه. أيوه. مع الزيت تباور. حلو. بعدين بعد ما يتشوح يصير لونه ذهبي اضيفوا له اللحم المفروم وقلبوه لغايه ما يستوي. ايش من 10 دقائق اللحم المفروم حطوه مع البصل وشوشوه كويس. حلو تمام. بعدين ضيفوا له البهارات هو فلفل اسود بهارات مشكل وملح. بعدها نضيف البهارات. ايوه فلفل اسود بهارات مشكله وملح. البهاره طيب الملح والبهارات ملعقه صغيره صح هذه. ايوه ايوه انت وزنوها هذه هذه الملعقه هذه. حلو نازل الملح. طيب ايوه بعد البهارات والملح والفلفل الاسود. بعدين ملعقتين جبنه بعد ما يسوي اللحم ملعقتين جبنه سائله. ملعقتين ايش جبنه سائله. جبنه سائله ايوه. وملعقه مايونيز. ملعقه مايونيز ايوه. ملعقه كاتشب. ملعقه كاتشب. وعلى اللحم المفروم وخلطوه وهو على النار. نخلطه على اللحم المفروم. ايوه على المفروم وهو على النار وخلاص وارفعوه لا ينشف. ملعقه مايونيز وملعقه ايش ملعقه كاتشب. ايوه ملعقتين جبنه ولا ينشف معاك خلاص بعده عن النار يكون شويه سايل. يعني ملعقتين جبن ملعقه مايونيز ملعقه كاتشب. طيب النار هدي عليها ملعقه كاتشب في قرط شيء. لا بس خلاص لا ملعقه بعد ملعقه كاتشب بس ملعقه كاتشب خلاص بعده عن النار. البرجر تدهنوه جبنه سايله. ايوه بعدين تحطوا كميه وفيره من اللحم المفروم ومن فوق شريحة جبنة شيدر اللي هو هذا ها؟ ايه شريحة ايه هذا عندنا وبعدين ايه وبعدين قفلوا الخبز ودخلوا الفرن يعني الفرن يكون شوية حامي بس مجرد انه يسيح الجبنة ما يتحمر يعني ايه ما خليه يتحمر يعني لا 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 ما تخليه يتحمر بس مجرد ما يسيح الجبن بس حلو وخلاص يعني يكون قبل التقديم هذا الصوص صح؟ اي هذا ما نخليه يمشي ما ينشف اي اي ما طيب اختي يعني بس حتى لو نشف ضيف له شويه مويه ما مشكله كثير انتبهوا ما مشكله صح اللي هو الكاتشب والجبن والمايونيز هذا الصوص ولا نحطه بنفس الطبخه بنفس اللحم في نفس الطبخه مع اللحم حلو. حيصير صوص طيب. راح يكون صوص هو طيب الحين الطبخه بشكل عام نحط البصل نخليه يصير ذهبي بعدها نحط اللحم عليه نشوف نخليه شوي يستوي نضيف البهارات والملح والفلفل الاسود بعده نحط ملعقتين جبن سائل ملعقه كاتشب ملعقه مايونيز بعدها تستوي الطبخه خلاص بعدها نحط اللي هو على الخبز البرجر نمسح جبنه سائله بعده لحم بعده اللي هو الجبنه الشيدر وبعده اللي هو نقفله صح طاول لا سامح انقطع ليش لا سامح ليش انا انتظر من اليوم انقطع ليه يا سهل الطبخه عرفنا سلطان بعنك حاجه ما لها داعي انك تعيد كلامه لا 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 اللي قلته كله ما له داعي قولي راح الوقت عليه لا لا خلاص عرفت الطبخه اصلا خلاص ما يحتاج ابشر بسعد يا شيف اي ناس بيض الله وجه شينا طيب انتم كذلك اعزائي المشاهدين خلف الشاشات نبغى تفاعلكم وتميزكم في الفقره باذن الله تعالى على هاشتاج